بالنسبة لموضوع زراعة الأعضاء في مصر، في تجارب ناجحة جدا وأعداد كبيرة جدا تم زراعة أعضاء لها سواء الكبد أو الكلى. بالنسبة لزراعة الرئة هناك تجارب وإجراءات ودراسات بتتم في هذا المجال بقالها عدة سنوات، والحقيقة جامعة عين شمس بدأت هذه التجارب برئاسة الأستاذ دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وفي وفود خدت خبرة في هذا الموضوع خارج مصر خصوصا في اليابان. فالنهاردة هناك كوادر طبية جاهزة، وهناك مؤسسة جامعة عين شمس بما تملكه من خبرات كبيرة في مجال الطب جاهزة لزراعة الرئة. الفريق الطبي مجهز وعنده الإمكانيات البشرية والمعملية والتشخيصية أنه يمارس هذا، وسوف يتم فعلا زراعة الرئة في مصر. الضوابط العملية زراعة الرئة فأفندم في قانون زراعة الأعضاء وفي لائحته التنفيذية بتشمل كل القواعد وكل الإجراءات الإدارية والمؤسسية والبشرية والأخلاقية والطبية عشان ممارسة زراعة الأعضاء. وعشان كده هو بدأ في مؤسسة طبية كبيرة زي جامعة عين شمس بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا المجال. المؤسسات الطبية الكبيرة التي تملك القدرة والخبرة والمؤسسية والمالية والخبرة البشرية اللي بتقدر تعمل كده هيرخص لها بيها.